تدريب استغلاط أبو الزين، سيقود الفارس الزين بانتظار دخول بقية. إذن أولى المنطلقات بعملية الإحماء نحو جهاز الانفراد صخرة ابنة الفحل المجيد الشريف والأم بنت مجالي. الملك يوسف سخنيني تدريب الاسطبل الأزرق، سيقود الفارس محمد الفتحي. إذن ثالث الوافدين إلى الميدان علي الدين ابن الفحل علي زاكر والأم بشاير. الملك محمد أبو الشباب المدرب فراس كعبي، سيقود الفارس زنور غدير. إذن أولى المنطلقات بعملية الإحماء صخرة تدريب الإسطبل الأزرق بقيادة رجول لمحمد غدير على صهوتها الفارس بدر غريفات. الأمال لبن الفانتوم أونيل والأم أمل بنت مجالي. الملك هيثم تدريب إسطبلات أبو الزين على صهوته الفارس بزيو على صهوة علي الدين بن الفحل علي زاكر والأم بشاير. الملك محمد أبو الشباب المدرب فراس كعبية على صهوته الفارس زمور غدير. الفحل أمدين أدير والأم صبرينة. الملك مهيال مزاريب المدرب والخيار صالح مزاريب. والخيال وسيم جواميس بعملية الإحماء محرر الأقصى ابن الفحل منذر بن نادر. الأم مهيبة الملك يوسف شويكي تدريب استبلاط الزي الأحمر. ومرجان العرب مع صالح مزاريب. بالفعل علي الدين يأخذ موقعه النهائي داخل جهاز الانطلاق برفقة الصقر زنور غدير. لحظات لإطلاق تاسع أشواط هذا المهرجان. بالفعل انطلقت حلول الشوط التاسع على بركة الله تعالى. علي الدين برفقة الصقر زنور غدير ينقض على صدارة الشوط التاسع مبكرا ليقترب صدارة الشوط التاسع بالمراحل الأولى من هذا السباق بصراع مع محرر الأقصى مع سنفور سعدي. ينتزع الصدارة من علي الدين قرابة المنعطف الأول. محرر الأقصى الآن يقود حلول الشوط وعلي الدين بالمرتبة الثانية بدخول ثنائي وبصراع ثنائي على صدارة الشوط. وسيم جواميس على صهوة جبل الصغير بالمرتبة الثالثة. خلول الشوط التاسع الآن تدخل المنعطف الأول. قرابة ما بين المنعطفين. محرر الأقصى وعلي الدين بصراع على صدارة الشوط. جبل الصغير يتقدم ما بين المنعطفين للمرتبة الثالثة. خلول الشوط التاسع تتقدم من المنعطف الثاني والأخير. الصراع بات ثنائي منذ البداية. علي الدين مع زنور غدير ومحرر الأقصى مع سنفور سعدي. ما بعد المنعطف الثاني تقبل خيول الشوط التاسع. علي الدين بصراع. علي الدين بصراع مع محرر الأقصى وجبل الصغير بصراع ثلاثي على صدارة الشوط. علي الدين وجبل الصغير. علي الدين وجبل الصغير وصخرة تندفع من الخلف. محرر الأقصى علي الدين وصخرة. محرر الأقصى وعلي الدين. علي الدين وصخرة. علي الدين برفقة الصقر زنور غدير في المرتبة الأولى. وبانتظار نتيجة المرتبة الثانية من لجنة التحكيم بين محرر الأقصى وصخرة إلى أن المرتبة الأولى حسمت لعلي الدين برفقة الصقر زنور غدير. مبروك لمحمد أبو الشباب، مبروك للمدرب فراس كعبي، مبروك لفارس زنور غدير على صهوة الحصان علي الدين ينتزع صدارة الشوط التاسع ويحظى بالمرتبة الأولى، يحظى بفيتامينات مقدمة من شركة مالدروف. مبروك ألف ألف مبروك. مبروك لصبلات الأسمر، مبروك لفراس كعبي، مبروك لفرسان الكعبي، مبروك لعلي الدين، مبروك ألف ألف مبروك. أما صاحبة المرتبة الثانية كانت من نصيف صخرة ابنة الفحل مجيد الشريف والأم بنت مجالي. الملك يوسف سخنيني تدريب الاسطبل الازرق والقياده كانت لمحمد الفتحي. مبروك الف مبروك. مبروك حبيبنا يوسف سخنيني، مبروك حبيبنا ابو حسين على اغريفات، مبروك لصخره صاحبه المرتبه الثانيه بتاسع اشواط هذا المهرجان. مبروك هيبه الملك ابو يوسف شويكي تدريب اسطبلات الزي الاحمر والقياده كانت للفارس صنفور سعدي. مبروك الف الف مبروك.